أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الملعب. تتابعون في حلقة هذا اليوم تقرير عن رياضة الفنون القتالية والسكاي. كما تتابعون محور الحلقة، نتحدث في حلقة هذا اليوم عن إحراز المنتخب الوطني العراقي لبطولة العالم للسكاي التي اختتمت في مدينة كشمير الهندية مؤخرا بمشاركة رياضي محافظة نينوى ضمن صفوف المنتخب الوطني العراقي. بصحبة ضيوف الحلقة، نجم المنتخب الوطني العراقي للسكي الكابتن سلوان خليل العباسي، ونجم المنتخب الوطني العراقي للسكي الكابتن أحمد هشام. كل هذه الفقرات مشاهدين الكرام وفقرات أخرى تتابعونها بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. نبدأ برنامجنا بهذا التقرير عن رياضة الفنون القتالية والسكي. الفنون القتالية تلجأ للأصول البشرية القديمة، إذ هو طبيعة في الحيوان والإنسان بدأ الظهور كفن مؤصل له قواعد وتقنيات بحركات مخصصة بعد الحرب العالمية الأولى، ثم عدل وأدرج في الألعاب الأولمبية. كان الرومان يهتمون بالمصارعة وهذبوها بعدما كانت تقام لها ميادين للقتال بالرماح والسيوف وغيره، وضعوا لها أسسا وقوانين حتى أصبحت لعبة رياضية أولمبية في وقتنا هذا. أخذ الصينيون من الجوجيتسو وأدخلوا عليهم فلسفتهم الدينية الخاصة في الحياة لتظهر في طريقتهم القتالية، وقد تأثرت مدارس القتال الصينية بهذه الفلسفة وضعت موضع التنفيذ. ولقد سميت المدارس القتالية القديمة بالصين بالجوجيتسو، ولقد روضوا هذا الفن وحذفوا منه الضربات الخطرة حتى أصبح رياضتهم الحالية الشعبية وهي الكونفو. في العراق بدأت رياضة الفنون القتالية بمختلف مسمياتها تنتشر في سبعينيات القرن الماضي، وبدأت تستهوي هذه الرياضة الشباب بشكل واسع حتى أضحت لعبة يهواها الجميع. محافظة نينوى اهتمت بالفنون القتالية بشكل كبير، وتمكن شبابها من حصد العديد من الجوائز والميداليات، وآخر إنجاز وحصول المنتخب الوطني العراقي الذي جلع به من نينوى على بطولة العالم للسكي، الذي يعتبر العراق أحد مؤسسي هذه الرياضة التي دخلت حديثا إلى الوطن العربي. مرحب بكم مشاهدينا الكرام مجددا مع محور الحلقة. نتحدث في حلقة هذا اليوم عن إحراز المنتخب الوطني العراقي لبطولة العالم للسكي التي اختتمت في مدينة كشمير الهندية بمشاركة نجوم المنتخب العراقي والذين مثلوا محافظة نينوى ضمن صفوف المنتخب العراقي. جل المنتخب الوطني العراقي كانوا من نادي المستقبل المشرق الرياضي. معي اليوم مشاهدينا الكرام أبطال العالم بالسكي، نجم المنتخب الوطني العراقي وبطل العالم بالسكي الكابتن سلوان خليل العباسي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. الله يخليك. وأيضا أرحب بنجم المنتخب العراقي وبطل العالم بالسكي الكابتن أحمد هشام. الله يحفظك، حياك الله. أهلا وسهلا بك. إذا مشاهدين الكرام، اليوم راح نتحدث عن السكي، هذه الرياضة اللي دخلت إلى العراق مؤخرا، ولكن شباب العراق أبدعوا في مجال هذه الرياضة وتمكنوا من حصد بطولة العالم خلال مشاركاتهم الخارجية الأخيرة في الهند وبالتحديد في مدينة كشمير الهندية. أرحب مرة أخرى بالكابتن المدرب واللاعب سلوان العباسي. أهلا وسهلا بك. سلوان، قبل ما نروح الأسئلة البرنامج وقبل ما نروح لبطولة العالم، شو أعطيني فكرة عن رياضة السكي؟ رياضة السكي رياضة هندية الأصل، هندية الأصل تحديداً كشمير.
دخلت العراق سنة 2011، شارك منتخب العراقي الأول في سنة 2013 بطولة آسيا في سريلانكا. نعم. وشارك حصدوا ذهبيات، حصدوا برونزيات، وشارك مرة ثانية في سنة 2016، وشارك بسنة 2022 مؤخرا هسه، وأخير بطولة سنة 2022 شارك للماستر 11 كان، هسه الماستر 12 اللي شاركنا بها 2024 احنا. يعني هي كل سنتين تكون بطولة مع الماستر. نعم، شوية تحدث لي عن الرياضة نفسها، يعني من ايش الأجهزة المستخدمة، أعضاء الجسم المسموح بها في تمام. هذا هي الرياضة عبارة عن تكون شو نقول، تورة وباركورة، يعني التورة السيف والباركورة الصد، المصد. نعم. مالها رياضة بها رجلين، هم يركل بالرجل بس شوية معقدة بالرجل كتنقيط، انه اذا الركلة تطلع من الرجل طخ الخصم لازم ترجع على موقعها، ما يصير تنزلها، تنزلها امام او تنزلها متأخرة راح ما تنحسب النقطة. التنقيط بالتوراة على الصدر نقطة، على الراس نقطة، الركل بالرجل على الراس 4 نقاط، على الصدر نقطتين، القفز بالرجل ممنوع، والقفز بالتوره ممنوع، اذا تقفز وتضرب ممنوع، ولازم مخرج الايد ميل ما تطلع تنقط لازم ترجع نفس المكان. نعم. حتى بالايد بالعصات يعني لازم ترجع، اذا ما ترجع نفس المكان ما تنحسب النقطه. قانونها يعني صعب شويه، بس احنا الحمد لله شكر مهيئين نفسنا كنا على هذا الشيء، قدرنا نحضر ونروح. همين اخذنا معسكر تدريبي هناك، استفادينا منه، ومن بعدها صارت البطوله ومشيت الحمد لله. شو كنت دخلت الموصل؟ هي دخلت العراق 2011، يعني من 2011 هو رياضتنا تايكواندو تساوي سكيت مباشرة للموصل. اي مباشرة، ومن دخلت العراق انتشرت بين الاتحادات اللي الموجودة، بس شنو احنا كنا شوية ما مركزين 100% عليها. نعم. بس لا، بعد ما صارت بطولة سريلانكا صار عليها تركيز، والحمد لله والشكر قدرنا احنا نمارسها من ضمن لعباتنا، انه هي الرجل احنا دائما نستعملها بس اضافة الى العصا، والحمد لله والشكر. نعم، خلي رحب بالكابتن احمد هشام، حياك الله مره اخرى. انطانا شويه فكره بسيطه عن الرياضه. كابتن سلوان، شو وقت دخلت انت مجال هذه الرياضه وليش اختاريتها بالتحديد؟ يعني والله صراحه الفنون القتاليه هي عباره عن ممارسات قديمه، يعني تنتقل من فن قتالي الى فن قتالي اخر الى ان تصير مشهور بمجال الفنون القتالية. مجال الفنون القتالية كما تعلم بعدة فنون، تايكواندو، تايكوانجيتسو، رياضة الكاراتيه، فكان هناك تدرج يعني في هاي اللعبة. يعني مثلا أنا كنت يعني قبل 18 سنة ألعب في كاراتيه برياضة الكيكوشينغاي، بعدين انتقلنا إلى التايكوانجيتسو على اعتبار أنه كان هو اتحاد واحد، فكان يسمح لنا انه نشارك هنا ونشارك هنا. نعم. فشاركنا ببطولات لتخص الكيكوشينغاي، كان في وقتها رئيس الاتحاد الاستاذ محمد ابراهيم، نوجه له الشكر والتحيه. تحياتنا. وبنفس الوقت كنا نشارك في بطولات التايكوانجيتسو اللي كانت تحدث ما بين فتره وفتره. بعدين متقاربه. متقاربه، الفنون القتاليه غالبا تكون متقاربه لانه تعتمد على القدم وتعتمد على اليد. نعم. الفرق ما بين السكي وبقية الفنون القتالية الأخرى أنه السكي تستخدم العصا. نعم. هذا الفرق. أما الرجلين حالة هاي بقية إيش الفنون القتالية الأخرى، جيب بها قاضية، وعندنا كثير من الوعيب، عندنا كابتن سلوان جاب قاضية في إحدى النزالات. الرجلين أيضا مسموح. مسموح. يعني. والعصا بالإضافة. بالإضافة العصا. فنحن اللي كان يميزنا نحن الواعي المدربين اللي أصحاب أنه عندنا أكثر من لعبة ثبتنا على اللعبة، أنه كان عندنا الرجلين هي الوسيلة اللي كنا نستطيع بها أن نأخذ الخصم، لأنه متمكنين بها فهذا ما أهلنا له أنه نخوض التصفيات، والحمد لله أن نصل للنهائيات ونفوز بالميدالية الذهبية. زين، التنقيط بالرجلين أكثر لو بالعصب؟ التنقيط حسب، يعني نحن اللي ميزنا نحن الوعيب العراقيين، وبالتحديد يعني الوعيب اللي بالموصل، الوعيب اللي مثلناها، كنا الرجلين ما شاء الله علينا يعني كانوا جدا يعني يهابون الرجلين مالتنا. نعم. فكنا نموه بالرجل يصير عندهم نوع من الخوف، انسحاب،
فالضربة واحدة من يصير عنده خوف اللاعب تقدر تضرب بالعصا بكل سهولة تاخذ نقطة، إضافة لأنه الرجل إذا تضرب بيها على الوجه تاخذ دري 4 نقاط، فهاي مباشرة تأهلك على أنه تجتاز التصفيات وتصل للنهاية، وهذا اللي ما إيش ما ميزنا به ونجحنا به الوصول إلى المباراة النهائية أنا وبقية زملائي. يعني هاي الرياضة أعتقد القانون مالها نوعا ما صعب، يعني نوعا ما صعب لأنه يراد إيش، ولهذا هي حكمين بها. نعم. يعني اللعبة الوحيدة اللي بيها تمتاز بحكمين، حكم مقابل حكم، في سبيل إذا الحكم بهذا الجانب ما شاف مباشرة الحكم المقابل والجانب الآخر ينبهه فينطي إيحاءات إشارات على أنه ضرب. نعم. ويحدد له منطقة الضرب فيشاورون فيثبتون على أنه صارت نقطة فيعلن على أنه بالركن الأبيض أو الركن الأخضر أخذ نقطة أو أخذ نقطتين. زين اكو اجهزه الكترونيه مستخدمه حتى تحسب لك اللمسات؟ هو ليش يعني اعتمدوا على نظام الحكمين؟ في سبيل انه حكم بهذا الطرف يشوف الضربات بهذا الجانب، واضافه الى الطرف اضافه الى لجنه الجوري. نعم. اللجنه التخصصيه القضاة. فانت عندك حكمين مع القضاة مع لجنه الجوري، فما ممكن ان تخطئ نقطه، وربما في المستقبل حاله رياضه التايكوندو ورياضه هاي راح يدخلون بها نظام التنقيط حال لعبة التايكوندو، فهناك ما راح نحتاج، بس يأشر مباشرة لأنه حصل ضربة. نعم. كابتن سلوان، رياضة السكي والتايكوانجيتسو ربما هي محصورة بنادي المستقبل، يعني أكو أندية أخرى بمحافظة نينوى تمارس هذه الرياضة أو تعرف شيء عن هذه الرياضة؟ تمام، إحنا عندنا أندية أيضا أخرى ممارسة هذه الرياضة، بس لكن إحنا نادي المستقبل مختص بهاي الرياضة لأن هو مؤسس من ضمن مؤسسين اللعبة. نعم. يعني احنا في 2006 استاذ شمال من ضمن المؤسسين اللي باللعبة هو استاذ محمد عبودي واستاذ فهم اللي راحوا بوقتها على الأردن وجابوا هي اللعباية، اعتقد معهم يعني كثير استاذ عبد القادر. فالأساس مال اللعبة صار وين؟ الحمل بنادي المستقبل. من بعد نادي المستقبل انطلقت، فحسيت موجود نادي نينوى، نادي سنجار، نادي تلسقف عندنا للبنات، صار أكثر من نادي. بس قلت لك كل خامة القديمة، يعني هسه أنت عندك لواعيب، إحنا لواعيب قدماء من زمان، إحنا مثلنا أنا ولا كابتن أحمد، إحنا مثلنا نادي المستقبل يعني من قبل 15-16 سنة. نعم. بس إحنا لحد الآن نلعب باسم نادي المستقبل، لما صار عندنا لواعيب من نشأ اللعب صار بنادي باسم نادي المستقبل، فالخامة القوية صادفت بهذا اللاعب. أما الأندية الباقية اللي موجودين هم عليهم قصرة كلواعيب، بس شنو انت لاعب صار له 12 سنة يتمرن، لاعب صار له 2-3 يتمرن، اكو فرق يعني. نعم. فهذا خابن اللعبة ويعني تاقنا وعنده بطولات بيها. انتو كل لاعبين المنتخب كانوا من نادي المستقبل مستقبل. تقريبا يعني هذا ما يعني بما معناه انه بقية المحافظات ما عندهم لاعب. احنا شاركنا طبعا احنا جو قسم من جماعة بغداد، احنا كنا 7 من الموصل مع من ضمننا حكم، جماعة 3 من دهوك وواحد من بغداد، وكان رئيس اتحاد معانا أستاذ محمود إبراهيم العلي وجهه له تحية، ومدرب منتخب وطني أستاذ عبد القادر إسماعيل، عبد القادر سعد أم وجهه له تحية بصفة مدرب منتخب وطني طلع معانا، وعندنا الحكم محمد الزيباري، وإحنا البقية لاعبين. يعني صارت متنوعة من الموصل مجموعة، من دهوك مجموعة، ومن بغداد مجموعة. أكو بطولة عراق مثلاً بالسكي؟ أكو إن شاء الله هسه عن قريب. يعني ما صايرة قبل؟ هو إحنا سوينا بطولة ذيك السنة تقريباً، سوينا بطولة من كل محافظة، أخذنا لاعبين وسوينا بطولة. هسه حالياً عندنا بطولة إن شاء الله، وبروحتنا هذه طبعا من ميزات لعبه السكي انه هي تلعب بالهواء الطلق. يعني هسه احتمال نزالات تشوفوهم هم من بالطبيعه ما عندهم فد يلعبوك بداخل قاعه او فد شيء، هم من ضمن يعني الشروط. ماكو بساط وابعاد؟ هم اكو بساط. نعم. اكو بساط، بس البساط مالهم بالطبيعه يعني على الثيل وبين الجبال، فد منظر يعني شيء هم معتادين على هاي الاجواء. راح نتحدث بالدقائق القادمة إن شاء الله عن بطولة كشمير الأخيرة إن شاء الله، ولكن حتى نعطي فكرة للمشاهد يعني إنه ما استغرب إحنا من رحنا شفنا الوضعية. يعني الرياضة هذه ما تحتاج إلى مثلا
تجهيزات كثيره ولا تحتاج الى مصاريف كثيره. لا وضعيتهم سهله. الشيء اللي مستغربه ليش ما الانديه يحتضنون شيء والله رياضيه فرديه يعني تمام وتجيب نتائج. صح والله بصراحه احنا نعاني من هاي الشغله من الانديه او من حتى من يعني من الاولمبيات او من وزاره الشباب. نعاني انه الدعم كله للقدم. احنا نعرف هذا الشيء كلكم يعني احنا كل الرياضيين نعرف هذا الشيء انه الالعاب الفرديه مهموله انه تركيزنا كله على القدم. يعني حتى القدم يعني ماكو انجازات مثل الالعاب الفرديه. عندنا ابطال جايبين ابطال عرب جايبين ابطال اسيا عندنا جايبين هسه جايبين ابطال عالم. للعلم قبلنا جابوا ابطال عالم بس ماكو اي دعم لهم. كله تركيزنا على القدم. عبالك القدم هي بس الرياضه الوحيده الموجوده بالعالم. مع العلم اللعبات الفرديه بيها انجازات اكثر. يعني عندنا ابطال احنا هسه عندنا خامات نحضرهم. هسه عندنا بطوله عالم قريبه ان شاء الله للتايكوانجيتسو. خاماتهم يعني روعه كلش. هسه نحتاج يعني نادي يدعم. اذا النادي تروح عليه يعني متاكد راح نروح احنا على الانديه راح يقول لك والله انا ما عندي كادفع بس لو قدم كان قبل عادي يعني يدفع. فالاهمال قوي من ناحيه يعني الانديه والوزاره اهمال قوي للالعاب الفرديه. نعم كابتن احمد هذه الرياضه معتمده مثلا اسيويا عربيا دوليا؟ طبعا هي من الرياضات اللي اذا تفوت على الانترنت بس تكتب الاي دي مالتها معتمده وتصنيف دولي. نعم. حال اللعبات الاولمبيه. فمؤسسه اللعبه هي الان في دبي مؤسسه هاي اللعبه. اضافه لانه مؤسس اللعبه في الهند الداعم الاصلي لها امراه. واضافه الى انه مؤسس اللعبه هو الاستاذ ميزر وجه له تحيه. ف يعني اللعبه معتمده وفيها اي دي وتصنيف تصنيف عالمي. يعني حتى الحكام اللي بيها واللواعيب لهم اي دي خاص بهم. نعم تصنيف هذا تصنيف دولي. نعم تصنيف دولي. فسبحان الله العجب على انه يعني قليل جدا من يهتموا بهاي اللعبه مع انه لعبه لها باع طويل. وبس يعني هسه حاليا في الوقت الحاضر يعني عاد تنتشر هاي اللعبه في بغداد موجود في قاعات عندنا بالموصل عندنا بالشمال عندنا فريق نسوي خاص بهاي اللعبه. وصارت قبل يعني قبل شهرين ثلاثه بطولات محليه بطوله محافظه الاسكي والان ان شاء الله راح تجي بطوله العالم للتايكوندو والاسكي ايضا. وفي إشارة على أساس يعني هناك استدعاء لهم يعني لبعض المدربين الأصليين لهاي اللعبة يجون هنا ينطونا يعني نوع من التحكيم ونوع من التدريب في سبيل أنه تنتشر في بقية القطاعات. أكو قاعدة لهاي اللعبة مثلاً كفئات عمرية وإلى آخره. يعني كل لعبة لازم شلون تديم اللعبة لازم عندك أنت فئات عمرية. أكيد هو حال بقية اللعبات. كل اللعبات بيها فئات عمرية براعم أشبال ناشئ متقدمين كذلك هاي بيها براعم وبيها أشبال وبيها متقدمين. والحلو بهاي اللعبة حتى بيها كاتات. نعم يعني بيها كاتات حزام مثلا هي بيها أحزمة بيها تدرج بالأحزمة وبيها لكل حزام لوكاتة. نعم يعني اتذكر يعني نحن قبل ما تصير البطولة نحن تقريبا لمدة أسبوع نحن نتعلم على كاتات لكل الأنواع. كان ما شاء الله كابتن سلوان هو من الناس اللي يعني نفسها مال التايكوانجيتسو لا اختلاف انه بها كاتا خاصه بها. نعم. بس كبقيه يعني هناك اشتراك بالكاتات في كل بقيه الالعاب. يعني اكو جزء منه من التايكواندو اكو جزء من الكاراتيه. زين شنو معايير يعني منح الكاتا غير اكو فرد معايير اكيد مثلا حزام الابيض اللي يقدم لي مثلا لحد فلان كاتا شو مثلا يعني كاتا الاولى والثانيه هذا فلان هذا الحزام، الحزام البرتقالي له كاتات خاصه به، حزام البني الى حزام الاسود اللي راح يمثل كل الكاتات اللي هي عباره عن الصد والهجوم. نعم. في نفس الوقت اللي راح تفيده بالنزال. جيد يعني بيها تصنيف. ايه بيها تصنيف، بيها كاتات، بيها بطوله خاصه للكاتات. زين شرط انه اللاعب اذا دخل مجال السكي شرط انه يكون متدرج بالالعاب الالعاب الفنون القتاليه الاخرى؟ ما حسب يعني اكو لواعيب منهم وصغار براعم ينشؤون بالفنون القتاليه فيظل يستمر لان يتقدم من براعم الى اشبال الى ناشئه. لا اكيد يعني هذا جهد مدرب، جهد مرونه، جهد لياقه، جهد رجلين لانه راح يسلسل على نظام خاص من الرجل الى القدم. اليد والقدم لازم في كل هاي الامور يتعلمها من حيث المرونه، من حيث اللياقه، من حيث الصلابه في سبيل ان يعد يكون يجهز لعندنا لاعب يمارس هذه الرياضه وكذلك بقيه الفنون القتاليه. نعم. كابتن سلوان مجال التدريب والتحكيم يعني تعرف انه اي رياضه اذا ما عندك انت مدربين اذا ما عندك محكمين ما تنجح هذه الرياضه. ما راح تنجح صح.
يعني انتم بالمحافظه اثنين اكو محكمين داخلين مثلا دورات تحكيميه وعندهم شهادات تحكيميه او تدريبيه بنفس الوقت؟ احنا الحمد لله يعمل الاتحاد العراقي ورئيس لجنه الحكام عندهم طبعا جروب خاص بهم عن اي تحديث يجي للتحكيم، ومتواصلين وكل فتره يكون دوره بالسكي وبالتايكوان جيتسو. نعم. للاثنين يعني الحمد لله. وشكر احنا البطوله الاخيره من ضمن الحكام كان كابتن احمد، يعني بطوله نجحت نجاح ما طبيعي، انه اي اعتراض ما صار اللاعب عرف. انتم هم حكمتم هم شاركتوا؟ اي احنا هاي البطوله مال العالم، لا احنا اخذنا حكم معانا، كان معانا موجود حكم. نعم. بس احنا كبطوله عراق، صارت بطوله عراق مال ناشئين التايكوان جيتسو. نعم. حدث التحكيم انه التحكيم فرق 180 درجه. طبعا. يعني تحسين، وما خلينا نقول ماكو اي غبن بالموضوع، التحكيم كلش اللاعب عرف نفسه اذا كان فايز واذا كان خسران. الحمد لله شكر حكام عندنا مبدعين، يعني الحكام ما عليهم اي قصره، اجتماعات متتاليه ودورات متتاليه للحكام من الموصل ومن دهوك ومن بغداد. الحمد لله وشكر عندنا سخامه من الحكام، يعني نعتمد عليهم، وراح يحكمون بطوله عالم القادمه ان شاء الله. بطوله عالم القادمه راح يحكمون، يعني حكام عليهم العمده مثل ما يقول، وجاهزين للسكي وللتايكوان جيتسو. المدربين نفس الشيء، المدربين كذلك. احنا كحكام، لان التحكيم يكون يعني، وكل مدرب لازم يكون حافظ قانون التحكيم، يعني المدرب لازم يكون حكم، لان انت اثناء التمرين بالقاعه لازم تسوي نزالات، فالمدرب هو راح يكون حكم. حتى اللاعب اللي يلعب بيعرف نفسه. اللغة المستخدمة نفسها هي بقية؟ لا، اللغة المستخدمة بالسكي اللغة الهندية، يعني اللغة الهندية، يعني مثل بقية الفنون القتالية أعتقد الصينية واليابانية. مثل التايكواندو يستعمل الكورية. نعم. الكاراتيه الكيوشن تستعمل اليابانية. نعم. احنا عندنا شن وسبن، الأخضر والأبيض. نعم. اللقاشة اللي هي قاتل. زيان. اللي هي ورديقة اللي هي قف. توليو ارفع، يعني عن العصا والسيف اللغه الهنديه. ايه اللغه الهنديه تستعمل. ايه فحتى احنا اخذنا المصطلحات، واصلا احنا قبل ما نروح البطوله احنا المصطلحات حافظيها نعرفها. جي. يعني انت رايح على بطوله اكيد يكون. نعم. ايه فالمصطلحات موجوده، بس كان اكو باللفظ يعني شويه لفظهم اصعب من عندنا، يختلف. نعم. كلهجه، انه لهجتهم عندهم احرف تطلع من لسانهم انت صعب تقول، يعني فيراد لك تكرار. يلا قدرنا الحمد لله نحفظ. عندهم ولرشة، يعني هاي شيء عانينا منها، استعداد كثير اكو مصطلحات، يعني الياو مثل ما تفضل كابتن احمد، الدري. نعم. على الراس، يعني من ينقط دري يعني اربع نقاط، او ياو نقطة واحدة. كثير مصطلحات. رياضة هندية هي. رياضة هندية. هي رياضة هندية ذات فكلور قديم. نعم. كان يستخدموه بالحروب، يستخدموه يعني يقاتلون اثناء يعني اللي شلون الساموراي، اليابان تعتز بلعبه الساموراي. نعم. كذلك الهند يعتزون باللعبات الفكلوريه، فهاي من ضمن اللعبات اللي هي السكي، يعني قريبه من المبارزه. نوع فيها نوع من المبارزه مع استخدام القدم. قدم. نعم. فهي لعبه فكلوريه قديمه ولها جذور اساسيه، ولهذا لها دعم ولها اي دي دولي. نعم. اسمحوا لي اخذ فاصل، مشاهدينا الاعزاء فاصل، ومثل ما عدي لكم مره اخرى. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وأنتم تتابعون برنامج الملعب. نعود إلى بطولة العالم الأخيرة، يعني أبليتم بلا حسن. الحمد لله. حصلتم ميداليات ذهبية، أفضل لاعب بالبطولة، ويعني حصلتم على لقب كأس العالم في حدث رياضي غير مسبوق في محافظة نينوى. شوية تحدث لي عن بطولة كشمير اللي حصلتم بها على الميدالية الذهبية، أو حصلتوا على لقب بطولة العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا انطلقنا من العراق وفد رياضي كامل مكون من 9 لاعبين منتخب وطني، ومتكون من حكم دولي، ومتكون من مدرب منتخب وطني ورئيس اتحاد. نعم. سافرنا الحمد لله من بغداد على البصرة، طيارة من البصرة على دلهي،
من دلهي على سرينغار طيارة، من بعدها من سرينغار سيارة إلى منطقة بداخل كشمير يعني تبعد 4 ساعات. الحمد لله والشكر شاركنا احنا كتسعة لاعبين، حصدنا من الموصل احنا 7 من ضمن حكم 5 ميداليات ذهبية. قدرنا نخوض هاي التجربة وهاي النزالات، بصراحة نزالات مو سهلة كانت، انه احنا طلعت انت بإصابات، طلعت كم دولة شاركت؟ الدول المشاركين 10 دول. نعم كثير، كم اسم حافظ يعني، اندونيسيا، بنغلاديش، تايلاند، يعني اكثرهم دول شرق جزر اسيا، جزر المالديف. ايه هي اللعبه هي اساسا اسيويه يعني. نعم. من ضمن الالعاب الاسيويه الهند هم نفسهم اساسا، الهند من دلهي واكو من كشمير يعني كفريقين. نعم. قلت لك قدرنا نخوض البلد العربي الوحيد، احنا العرب احنا الوحيدين اللي عرب اللي شاركنا، هم اصلا يعني كنا احنا اللامعين بيناتهم يعني، احنا الوحيدين، هم كلهم ممارسين اللعبه بالايد بشكل ما طبيعي، بس احنا الوحيدين الممتازين بالرجل يعني. نعم. هم ما متوقعين احنا عندنا هاي الرجلين، ان احنا قدرنا نخوفهم مثل ما تفضل كابتن احمد، نخوف بالرجل وننقض بالايد. نعم. لو ما هاي الطريقه يعني كان عانينا بصعوبه، لان يعني هم ممارسين بسرعه. البنيه الجسمانيه لكم اعتقد كان له دور. احنا البنيه الجسمانيه موجوده الحمد لله وشكر، بس هم عندهم خفه بالحركه، هاي العصا هو من هو وطفل شايلها يعني، صور يفتر بالسوق شايلها. نعم. يعني صايره شلون قطعه من جسمه، فمن يمارس بيها من يضرب، تعرف انت اول السيف عباره عن بوري بلاستيك، شلون ما المجاري قوي يعني. نعم. من تنضرب بيدك تتاذى، واذا وقع السيف منك انت تخصم نقطه. نعم. اذا غادرت الحلبه نص نقطه. نعم. يعني هاي كلها محسوبه عليك. شوي تحدثت عن التنظيم يعني، وين كانت البطوله؟ التنظيم مال البطوله، التنظيم البطوله كانت بهل جهام بكشمير. نعم. منطقه نص الجبال، جبال قمم جبال هيمالايا. من ضمن البطوله انه هي تكون بالطبيعه مثل ما قلت. البطوله عباره عن حكمين داخل الحلبة، جوري، لجنة جوري، انه لجنة الجوري اخاف حكم ما شاف شيء ينبهون بيناتهم يعني كإشارات او ك فتلغز بيناتهم. بالنسبة للتنقيط قدرت الحمد لله والشكر تخطيت 3 نزالات. نعم. النزال الاول مع منو؟ النزال الاول كان مع اندونيسي. نعم. الحمد لله تخطيته. فارق النقاط هذا قدرت انا اطلعه خارج الحلبة ان 3 مرات. نعم. طلع خارج الحلبة ونقطت عليه براسه نقطة، بس هو كان خايف حيل من رجلي يعني. نعم. الحمد لله والشكر توفقت صعدت. بعده جاني بنغلاديش، لعبت معاه همين خسرته الحمد لله والشكر، واخر واحد صادفني هندي. نعم. هذا كان شويه كان قوي يعني، هم هي بطوله ماستر، بطوله مدربين اساسا. نعم. يعني اللي يلعب معاك اذا اقل من 5 دان ما يقدر يلعب معاك، لازم 5 دان فما فوق. زين جمهور كان اكو عندهم؟ جمهور هم اصلا عدد كبير، هم كانوا موجودين. اللعبه الشعبيه تعتبر يمهم. لعبتهم هم لعبتهم شلون يعني، هاي عندهم يعني فد شيء مقدس، هم مو يعني شلون. نعم. اللعبه عندهم فد شيء مقدس، مو بس كرياضه ماخذيها يعني. صور عندنا شفنا الغير مسلمين يعني يجي حتى يعني يبوس رجل مدربه او يجي يعني يصلي في الطريقه يعني. نعم. الابساط يعني يصلوا له العوده يبوسه، كل شيء يعني فد شيء مقدس يعني، معتزين بهاي الرياضه انه رياضه عندهم، فد شيء يعني كانما عباده مو رياضه عندهم. نعم. ف جزء من الفولكلور. ايه يعني عفية شيء اثري لهم خاص بهم يحتفظون به، مو بس ماخذيها بس رياضه يعني، كانما او احترام للمدرب بشكل يعني، عندهم تقاليد وعندهم امور احنا يعني كانت غريبه علينا يعني، فد مره يعني. نعم. عندهم امور كلش شلون ما اوصفها، ما راح اوصل الفكره للجمهور. الحمد لله والشكر احنا تغلبنا بالنزالات كبطوله عالم. بعدها انتقلت على اكو تصير نزال شلون مثل نزال احتراف، يكون واحد من كل دوله. نعم. تلعب على الكاس يعني، انه يسموه كاس السفير، كاس الماستر او يسموه الماجستير، هسه مكتوب. نعم. على الكاس. فالحمد لله انا قدرت امثل العراق بهذا النزال. النزال عباره عن نزال واحد هو، بس راح تلعب تلعب مع ماستر. نعم. هم كان اكو يعني كثير من اللاعبين، بس هم المدربين اساسا، حتى من ضمنهم اللي انطونا التدريب يعني. نعم. لعبنا انا لعبت مع واحد من ضمن اللي انطانا الدوره التدريبيه،
كان لواء تغلبت عليه؟ إيه الحمد لله. واجهت شوية صعوبة من ناحية أنه هو سريع يعني بالإيد يعني إيدي ورمت حتة ثانية نعم. بس الحمد لله والشكر بالرجل وبالإيد قدرت يعني أتخطى هاي المرحلة وأفوز. يعني هسه هذا الكاس الكبير، هذا الكاس اللي من ضمن الفيديوهات اللي بطولة الكاس للماستر تكون داخل قاعة ما يكون بالطبيعة. نعم. هذيك البطولة بالطبيعة هنا بداخل قاعة. الكاس الكبير هذا كاس الماستر اللي حصلته خلال نزالي مع هذا الشخص الهندي. والصغير. ومن ضمن البطولة فتعرف عاد ما يطلعون أفضل لاعب شلون مباراة كرة قدم. فمن ضمن البطولة أنه أنا أفضل لاعب بالبطولة، لأن هم صراحة تعجبوا يعني كاستخدام الرجل وفنيات الرجل وبسرعة استقبلت اللعبة، ويعني يعرفون الجماعة حتى بالكاتا قبل لقطنا الشغلة يعني احنا الشان قبل صرت عبالك واحد منهم بيهم. هيك هاي بيها شهادات بالإضافة إلى بيها شهادات إن شاء الله. الشهادات راح تتوزع يوم 19/7 بطولة العراق، راح تصير بطولة محافظة عفو. زين على كل كاس كم دفتر أخذت؟ كل شيء أخذت سلام ما أخذت سلام ما أخذت نعم والله بصراحة بس قدرت أفرحها لي يعني أصدقائي أكيد يعني هو أيضا هو إنجاز العراق يعني أكيد والله يعني. والله إحنا بصراحة هو تعب يعني إحنا السفر يومين ورجع يومين، 3 طيارات ترحنا 3 طيارات رجعنا، عناء وتعب وجوع تعرف شوية إحنا مو بلدنا حتى نقدر نأكل بكيفنا. شو بعد بهارات والله بهارات شو بعد طحينية شوية عانينا يعني المفروض إحنا كان المسؤولين معنا كان يلتقون بينا يعني ما كنا متوقعين يجيب بصراحة إحنا من جينا انا اقول لك هو راح نتكلم عن الاستقبال هذا بعد ما شو دور كابتن احمد يعني دورك بالبطوله مشاركتك. والله حالي حال اي لاعب يفوت بوزن المخصص له ويتنازل مع الاوزان اللي معاه. نعم الحمد لله كان عندنا تصفيات 3 نزالات الى انه الحمد لله يعني النزال النهائي كان مع الهندي اللي هم نتكلم عن نزال اول نزال النزال انا مثل ما قلت لك الشيء اللي نحن كان عندنا نقطة قوة به أنه استخدام القدم. نعم. نحن يعني من أصول أنه نستخدم القدم بقوة في سبيل. لربما أنتم متدرجين بالفنون القتالية. أكيد. هم قبل هم داخلين فقط هو لهذا نعم. مش عندهم نقطة القوة مثل ما قال كابتن سلوان استخدام العصا. نعم. أما نحن عندنا استخدام القدم ولهذا كان أحد أساليب المدرب يعني أثناء التدريب وأثناء الاحتكاك مع بقية اللواعب. انه اي لاعب ما مسموح له انه يرفع رجل امام احد يعني في سبيل الله يعرفون انه هاي نقطه قوه عندنا. نعم ولهذا يعني حتى كان قبل البطوله انه كان هناك تصير نزالات وديه هم متعمدوا انه يسوون نزالات وديه بيناتنا حتى ما بين اللواعب فاكيد هم ما يفهمون على اللغه العربيه فكان يقول لا تستخدمون الرجل العبوا كانه ايش يعني تلعبوا مثل لعبه فقمنا نلعب قاموا هذا ما يعرف انه نحن عندنا ايش عندنا اشياء ان احنا راح نفوج بيها اللي هي هاي كنا شفتوا اوراقكم يعني ماكو كشف الاوراق واذ بي يتفاجئون انه ما شاء الله يعني بالرجل واستخدامه بشكل فظيع هذا ما سوى عندهم رعب صراحه انه باستخدام القدم نرعب يصير عنده خلل بالتوازن ننقط قدرنا ننقط بالرجل نجيب قاضيه نتكلم عن نزالاتك اول نزال يعني كان عندي القرعه هيانيه كان أول نزال عندي مع واحد من بوتان. أي بعدين تأهلت لعبت مع الفائز من أندونيسيا واللاوس ففزت على اللاوس يعني أندونيسيا مدينة أندونيسيا بعدين مع إحدى الدول اللي صار التصنيف لعبت مع واحد من النيبال والنهائي صار مع الهندي وهاي القرعة يعني والهندي يعني كان الهندي إيه كان يعني هو مدرب وعنده قاعة وعنده لواعيب فأكيد يعني هو خابز اللعبة وعاجنها يعني نعم. بس الحمد لله أول ما نزلت انطيته لف كعب على الوجه فيعني حتى راد في وقتها حكى مع المدرب والحكام قال له تنسحب فخلوه يكمل تقرب هم ضربته بوحدة على وجهه نعم فهين الحمد لله يعني مع فقد التوازن ايه فقد التوازن مع النقاط فالحمد لله نعم يعني انتوا هاي البطولة يعني بطولة عالمية تعتبر أيه. انضافت إلى سجلكم كرياضيين يعني اشتني لك مشاركة بكأس العالم يعني بطولة عالم يعني مو بطولة محلية ولا هي قارية والله يعني هو هذا الشيء اللي واحد يستغرب منه يعني أنه تمثل محافظة بعدين أنه تكون جزء من محافظة وتمثل بيها دولة مثل العراق وتروح تسافر من العراق إلى الهند يعني بمسافات جدا طويلة سفر يومين مع تعب وهذه
وبالاخير انه تجيب هاي النتيجه وتتفاجئ انه زين اجور السفر ولا طبعا البطوله من اول ما طلعنا من هنا الى المطار الى ما وصلنا منطقه هذه كله على حسابنا الخاص. يعني اقل شيء يعني لاعب صرف 18 ورقه ونص 18 حسب. زين الوزاره ما يعرفوا مشاركتكم؟ الوزاره يعني يعرفون اكيد، لان شلون نطلع اذا ما الاولمبيه لها علم بهذا الشيء. نعم. بس الاولمبيه قالت نحن انتم تطلعون على حسابكم اذا اذا جبتوا نتيجه بها عسى ولعل يعني. نعم. بس سبحان الله الشيء المفاجئ انه نرجع يعني تفاجئ انه ما حد استقبل، لا حد، لا استقبال، لا مثلا محافظ، لا مجلس محافظه، على الاقل يعني يابا استقبلوا الوعي باللي مثلوا العراق، 4 من الموصل، 5 جابوا ذهبيات، بطولة يعني عالم، بطولة عالم يعني، والشهادات موجودة والأوسمة الذهبية موجودة وشهادات معترفة دوليا بتوقيع ويعني رؤساء اتحاد. والمشكلة أنتم خضتوا معارك هناك بش اسمه بالهند، وهنا بالمجلس أيضا كانت معارك، ولهذا أيوة. ما ذكروكم يعني لو متذكريكم كان على الأقل يعني صدقت يعني المفروض يعني مجلس المحافظة أيوة. يعني احنا نذكرهم مرة ثانية. أي أيوة والله يعني. شباب من الموصل حصلوا بطولة عالم. أيوة. بطولة العالم يعني تعرف شنو بطولة يلا العالم؟ يلا يا أخي معاف يعني يعني الكرة الأرضية كلها هم طلعوا الأول على العالم يعني. أيوة. هسه المفروض على الأقل استقبال معنوي، استقبال معنوي وشد على ايدهم شباب، انتم قدمتم شيء وان شاء الله راح ندعمكم بالمستقبل اذا ما عندكم دعم. والله صدق هو هذا المفروض كان يكون، بس سبحان الله يعني تفاجئنا انه لا حس ولا خبر، على قولتك اكيد يقول لا حس ولا خبر، ما حد قال لنا انتم يعني، ولكن انتم مع هذا يعني اكيد نحن كتاريخ هو بحد ذاته كل لاعب من عندنا صار عنده في سجله في السي في مالته انه ماخذ بطوله عالم، وهذا يكفي شرف. نعم. يكفي شرف انه هو مثل العراق في احدى البطولات العالميه، وللعلم يعني في هاي البطوله كثير من الدول ما جت في سبيل البعد والهذا، يعني في السنه اللي راحت جت من روسيا، جو دول من نعم. من روسيا من دول اجنبيه بس لصعوبه السفر. نعم فعلا يعني انتم المفروض قدمتوا انجاز يعني استقبلوكم استقبال تليق بيكم يعني كلاعبين منتخب وطني. اكيد. زين لو اسالك عن الوزاره يعني وزاره الشباب والرياضه. والله يا نحن الوزاره تعرف انه طلعنا بكتاب رسمي ومن الاولمبيه واسمائنا وهذه، هم رجعنا لا خطاب من الوزاره، مع انه رئيس الاتحاد وجه كتاب كامل باسماء الفائزين ومده السفر واللي حصلوا ذهبيات تصوير واسماء وصورنا والتوثيق والشهادات الذهبيات مع الوسام الذهبي، كلها كانت موثقه، بس لا حياه لمن تنادي، بعثناه وماكو اي رد. نعم. كابتن سلوان يعني انتم كلاعبين منتخب وطني عندكم امتيازات لاعب المنتخب الوطني، مو المفترض مثلا انتم هسه مثلتوا العراق وحصلتوا على ميداليات ذهبيه وبطوله عالم طبعا. يعني راح تاخذون مثلا نفس امتيازات المنتخب الوطني العراقي اللي حالكم مثلا حال لاعب كره القدم او الطائر او السله والى اخره؟ والله احنا من زمان احنا ممثلين المنتخب الوطني، يعني مو اول سنه احنا يعني صارنا تقريبا هاي على المتتاليه على مدار خمس سنوات اكثر. نعم. انه اصلا صرفيه للاتحاد ماكو حتى يقدر يصرف لنا، اصلا رئيس الاتحاد يطلب الاتحاد دين شخصي. لا واني مو قصدي هذا، يعني اكو قانون خاص بالمشاركات واللاعبين المنتخب الوطني، امتيازات خاصه بهم يعني. هو يعني على اساس هسه مستقبلا يعني تكون مشمول بقانون الرواد. رواد. إيه هو بس احنا على اساس اكو هيك شيء انه اكو قانون رواد، بس احنا لحد الان رجعنا بعد ما نعرف اي خبر، ما سمعنا بعد احنا ما نعرف. هو على اساس اكو ترحيب ما شفنا، هو على اساس اكو صراحه، بس هسه احنا لحد الان ما نعرف، ننتظر يعني احنا بس قاعدين ننتظر. ربما ما يعتبروها مشاركه غير رسميه مثلا؟ لا هي المشاركة رسمية، لان اول شيء دعوه دوليه موجوده ومع كتب مشاركة مع الأسماء اللاعبين مع الأوزان اللاعبين، هاي راحت، جاء الكتاب إنه يحق لنا نسافر فسافرنا على موجب إنه انطنا موافقة. أيه على حسابنا الخاص طبعا مع كتابة يعني كليشة. أيه بإشراف الاتحاد الآسيوي كان بإشراف الاتحاد الآسيوي. احنا من سافرنا رجعنا رادوا توثيق،
رادا وكل لاعب اللي رفع الرايه، رادا ونزالات، رادا وصور، كل شيء يعني احنا كل شيء وثقنا. احنا كنا اصلا مهتمين انه قالوا اهم شيء حقكم حتى لا يروح صوروا، فاحنا صورنا كل شيء يعني كل شيء قدرنا ندزه يعني حتى من ضمن الصور هاي ما واضحه دزه اوضح. فتعرف انت لما راح تلعب نزال بالك ما يهم التصوير يعني هسه كثير من اللاعبين اللي راح له نزال اللي راح له نزالين ما لحق يصور. ليش؟ احنا كلتنا احنا كمنتخب عراقي احنا كلتنا تسعة تمام، مدرب منتخب وطني واقف ورا اللاعب، اي صرنا احنا 8 لاعبين هو عيلعب صرنا 7، احنا 7 بدوب نشجعه هم كثار يعني تعرف انت تشجيع له دور ويكونوا قريبين من يم الابساط. احنا يعني يمكن يعرف كابتن احمد احنا بلاعبنا راحت والله العظيم انا تعبت من التشجيع ما تعبت من النزال من وراء التشجيع. تعرف انت اللاعب يريد حافز، انت متغرب عن اهلك مسافر يومين جاي تحتاج تشجيع، فاحنا لما شجعنا والتهينا بامور حتى التصوير يعني ما قدرنا نقسم فيديوهات ما قدرنا نصور حتى الموبايل اللي قسم. نعم خلي شوية تحدث عن البطولات يعني ما عدا بطولة العالم أكو بطولات آسيوية مثلا عربية إن شاء الله. هسا عندنا بطولة عالم أعتقد بشهر 10 بطولة عالم للتايكوان جيتسو والسكي والسكي عندنا بطولة آسيا إن شاء الله بأوزبكستان راح تكون راح نشارك إن شاء الله. على حسابكم؟ والله ما نعرف بعد إحنا لحد الآن، بس يعني إذا اتحادنا استلم إن شاء الله إحنا لو يصرفون للاتحادات. بس الاتحاد إحنا بصراحة الاتحاد العراقي المركزي ما مقصر يعني هو لو عنده ينطي يعني أصلاً أكو بطولات مشاها على حساب رئيس الاتحاد الخاص. الاتحاد مرتبط بالأولمبية. إيه الأولمبية إذا تصرف فلوس للاتحادات أكيد إحنا ما راح نطلع على حسابنا. هي هاي هنا الأسئلة أعتقد لك لحد الآن أعتقد بالدفتر يعني بـ15 مليون رئيس الاتحاد العراقي يطلب الاتحاد مالنا يطلب الاتحاد هو ينطي يعني بصرف بطولات سواها رسمية وبطولات عراق على حسابه الخاص يقول من ينطوني أنا أستلم يعني يريد يمشي الرجال فهذا اللي يقدر عليه. فإحنا إذا الاتحاد إذا ما أولمبية ما تصرف للاتحاد أكيد إحنا راح نطلع على حسابنا مرتلخ. تعرف أنت لما تطلع تسمع بيها استحقاق وكذا ورواد أكيد أنت راح تقول يلا معود خلي أطلع على حسابي حتى لو إيش قد ما كان المصرف. نعم وأنت أيضا هذا بلدك يعني من أكيد إحنا همين إحنا أول شيء أنت من عدم استحقاق من عدم سيفي لك أنت طالع. تعرف أنت من إحنا من شغلنا نشيد الوطني بالهند الله وكيل يعني يا ساني نشوف جسمي وقف لازم يعني أكو فد لحظة وفد موقف إنه عايشتغل نشيدك الوطني ببلد غريب ويسمعوه الكل واقفين وكلهم يأدون صوت واحد فشي يعني يخبل يعني هذا الشعور مشاعر كافي. أنا يعني أنصحكم المرة الجاية إذا رحتوا شاركتوا البطولة أخذوا وياكم ممثل عن الوزارة هو هذا اللي يجون وياكم حتى يعني إحنا حتى مشاركتكم تأخذ الصفة الرسمية يعني أنه أنا عندي ممثل الوزارة أنت كنت معايا لو جاي معانا بالعكس يعني إحنا أصلاً إحنا عانينا. ليش إحنا كان عندنا مو بس بطولة إحنا كان عندنا معسكر تدريبي شوف إحنا كان عندنا معسكر تدريبي وبطولة يعني نطلع من 6 الصبح والله العظيم ليه 8 بالليل يلا نرجع يعني أنتوا بكشمير منطقة ساخنة المفروض مثلاً السفارة العراقية المفروض أنتوا كل دول قبلنا طلعوا بـ2022 جاء سفير استقبلهم بس هسه كنت بدل حتى سفير ما زارنا إحنا بالهند يعني هناك. طبعا انا سعيد جدا بتواجدكم معي بالبرنامج بكلمه اخيره شو تقول جمهوركم والناس اللي يتابعون رياضه السكي. والله انا احب اهني واهدي فوزي طبعا العراقنا الحبيب والمدينه الحبيبه واهدي فوزي الاهلي وزوجتي واللاعبيني وكل شريف وقفوا يعني اكو ناس وقفت معانا بهل تقدر عليه انه تشجيع تعليق منشور كثير من يعني جروبات شفنا مناشير كيفنا بصراحه. نعم. يعني هذا اقل شيء يعني الشيء سواه احتمال شيء بسيط هو بس عندنا ماشي بسيط هذا انه احنا هم ذكرونا احسن من غيرهم. اكو ناس واصله وما ذكرونا اكو ناس بيدها السلطه وما ذكرونا. نعم. فاحنا عتبنا كلش على السلطات المحليه انه تنظر نظرة عطف نظرة خير اللاعبين اللي عايجيبون مراكز احنا نرفع كلتنا بلد العراق. انت لما صرت وصعدت بهاي المكان احنا على متشنو انت تخدم بلدك صح تمام. واحنا كرياضيين من بلدك فلازم انت تنظر نظرة خير مو بس علينا يعني مو بس احكي شخصي على كل بطل مو بس احنا اللي رحنا بس لا اكو ابطال بعد الساعة يطلعون وبعد. فاهدي هذا الفوز مدينتي الحبيبة واهدي الجميع لاعبيني والابطالي واهدي القناة الموصلية بصراحة قناة الموصلية سباقة بنقل الأحداث يعني كل حتى بالاستقبال من رجعنا كانت حاضرة وموجودة قدرت توثق الخطوات اللي جينا بيها والتعب من فتنا احنا شفنا كاميرات شفنا أكيد شوية
واحد ارتاح رجع لبلده. تستاهلون. الله يخليك كابتن احمد. بكلمه اخيره شو تقول لمحبيك ولجمهورك وايضا لمن تهدي هذا الفوز؟ والله ما اقول الا انه هي الرياضه بحد ذاتها يعني افضل وسيله للقضاء على الملل والموجود الان كثير من الشباب، انه الرياضه بحد ذاتها هي تطوير للجسد وتطوير للانسان. فيعني انصح كل الرياضيين لانه خليه يمثلون بلدهم احسن تمثيل حتى وان لم يروا التشجيع الموجود بالمقابل، واهدي هذا الفوز لمدينتي مدينه الموصل الحبيبه والى وزاره التربيه اللي مع الاسف يعني انا احد ممثليها بوزاره التربيه، ما شفت اي دعم ولا كتاب شكر ولا انجاز معها، انه اني ما تخصص رياضي يعني ما تخصص تربيه رياضيه. نعم. تخصص غير هذا التخصص، وجبت هذا الانجاز ورفعت به اسم تربيه نينوى اعالي الوزارات، ولكن سبحان الله ما شفنا اي شيء. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الكابتن احمد هشام صاحب الميداليه الذهبيه في بطوله العالم للسكي، شكرا جزيلا لوجودك. حياك الله. وايضا شكرا موصول ل كابتن سلمان خليل العباسي صاحب الميدالية الذهبية وأحسن لاعب في بطولة العالم للسكي، شكرا جزيلا تواجدك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الأعزاء ألتقيكم في حلقة أخرى، إلى اللقاء.